مدرب المنتخب العراقي. الكرة على الجهة اليمنى، محاولة مرور ممتازة، يا سلام. دائما اليوم راح أقول لك مع دبل الجيرة في أهداف مجنونة. مستعد تماما للتسجيل، وبالتالي صح عمل الصح هذه المرة وسجل أخيرا في مرة. محاولة جوجا نقلها داخل منطقة الجزاء، خطيرة، تسديدة، وأول الأهداف، أول الأهداف، نعم الوحدة هذه مرة راح خطرة. جزيرة فريق كبير، الخسارة لا تعني المرور، خطرة، جول 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 بكل أراضي الكويت الحبيب، يا سلام، هذا رزق للأمام، جولتها، خطرة خطرة خطرة، للأمام الآن، لا زال يحافظ على كرته، يرسلها عرضية، خطرة خطرة، الله.